مش احمد بس في الحقيقه اللي بيحقق انجازات وبطولات، في انجاز كبير حققته بعثه الاولمبياد الخاص في دوره الالعاب العالميه الصيفيه اللي اقيمت في برلين، بعد ما حققت 49 ميداليه متنوعه، منها 17 واحده ذهبيه و13 ميداليه فضيه و19 برونزيه. ده انجاز اتعودنا عليه في الحقيقه من ابطالنا من ذوي الهمم في كل المحافل الدوليه. خلونا نتعرف على تفاصيل اكتر من دكتور باسم التهامي، المدير الوطني للاولمبياد الخاص، رئيس البعثه المصريه. دكتور باسم، مساء الخير والف مليون مبروك. مساء النور على حضرتك استاذه ندى، وتحيه اعزاز وتقدير لبرنامج حضرتك الجميل، برنامج من مصر. وخليني في الأول يعني أشكر حضرتك على المقدمة الجميلة المشرقة اللي بتدعو للتفاؤل اللي حضرتك بدأتيها بالعدد الميداليات اللي الحمد لله قدر لاعبي الأولمبياد الخاص المصري في 15 رياضة إن هم يحصدوا 49 ميدالية متنوعة زي ما حضرتك تفضلتي. ما شاء الله. عايز أبدأ مع حضرتك بتقييم حضراتكم للإنجاز ده، وإزاي استعديتوا مع اللاعبين وأهلتوهم، خلينا نقول نفسيا فكريا حتى جسمانيا، للبطولة دي يا دكتور. خليني أبدأ مع حضرتك من ما يقرب من سنة ونص فاتت. احنا بدأنا الاختيارات بتاعتنا من ما يقرب سنة ونص، ابتدينا نعمل بطولات رياضية في كل محافظة من المحافظات التابعة ليها نشاط الأولمبياد الخاص، زي اسكندرية، بورسعيد، المنوفية، غربية، اسماعيلية، بورسعيد. خليني أقول كمان إن احنا كان عندنا أبطال من الوادي الجديد، أبطال من أسيوط، مرسى مطروح. وابتدينا بعد ما عملنا الأحداث الرياضية دي داخل كل محافظة من دول، بجانب طبعا محافظة القاهرة والجيزة، كمان توسعنا وعملنا بعد كده بطولة الجمهورية بعد انتقاء أفضل العناصر المتواجدة داخل كل محافظة. بعد البطولة بتاعت الجمهورية اللي أقيمت في كل الرياضات اللي احنا اشتركنا فيها في 15 رياضة تحديدا، الحمد لله وصلنا لقوام المنتخب. بعد ما وصلنا لقوام المنتخب ابتدينا ان احنا نعمل عملية، اول حاجة عملنا معسكر تجريبي للاعبين. المعسكر ده كان شامل اول حاجة كشف طبي على اللاعبين يمثل صلاحيتهم للممارسة والمنافسة، ان هم كمان اللاعبين بتوعنا زي ما حضرتك عارفة لاعبي الاولمبياد الخاص المصري من ذوي الاعاقة الفكرية، ان هم كمان من الجانب النفسي اللي حضرتك تفضلت بيه ومن جانب المعايشه ابتدينا نتواصل مع اولياء الامور، ابتدينا نعرف هل هيستطيع اللاعب ان هو يكون موجود بعيد عن اسرته فتره اقامه المسابقات في برلين. الحمد لله المعسكر الاولاني تم اكتشاف فيه العناصر بتاعتنا، وخليني هنا برضو اثني على جميع افراد او طاقم العمل اللي كان موجود في البعثه المصريه، المدربين، المدربات، الطاقم الاداري، الطاقم الطبي، واوجه لهم من خلال قناه حضرتك والبرنامج الكريم كل الشكر والتقدير، لان هم الحمد لله قدروا ان هم يحققوا المعادله المطلوبه منهم. والحمد لله كانت المعادله بتقول ان احنا جبنا 49 ميداليه في 15 رياضه، والحمد لله اكتر واكتر وفضل ربنا عليه ان كل اللاعبين بتاعتنا وصلت لأرض مصر بالصحة والسلامة، وكلهم الحمد لله فخورين بإنجازاتهم. هل في مثلا كان تعويل من حضراتكم على لعبة معينة؟ هل في نتائج مثلا في رياضة معينة الأولاد أبهروا حضراتكم بالأداء اللي أدوه، ولا البعثة كلها كانت مستعدة يا دكتور؟ يعني هو طبعا احنا كنا عاملين تنبؤات شويه بالميداليات بتاعتنا، وكنا يعني بنشتغل عليها، والحمد لله رب العالمين. يعني كان عندنا ثلاث رياضات في الحقيقه يعني ابهرونا من النتائج بتاعتهم. طبعا رياضه رفع الاثقال، اللاعب عبد الهادي جمعه احرز 4 ميداليات، اللاعبه محاسن احرزت 3 ميداليات. خليني اقول لحضرتك كمان فريق الجمباز الايقاعي والفني بالقياده الواعيه المتخصصه اللي موجوده فيه، الحمد لله رب العالمين قدروا يحصدوا مجموعه ميداليات هايله، واللاعبين وادائهم المبهر الحمد لله. وطبعا المفاجاه الكبرى الاستعدادات القويه للاعبي الهوكي اللي كانوا بيمثلوا منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا في الالعاب العالميه دي في بطوله العالم في المانيا، اللي لقوا استحسان وثناء من كل
المنظمين وكل اللي اتفرج عليهم هناك. ويعني خليني اقول لحضرتك ان احنا المباراه الفاينل اللي كانت مع منتخب اسبانيا خسرنا فيها فرق نقطه واحده 4-3، وحصدنا الحمد لله الميداليه الفضيه. فالثلاث منتخبات دول في الحقيقه يعني حققوا نتائج مبهرة ونتائج قيمة الحمد لله رب العالمين. طب دكتور، ايه مخططات حضراتكم للفترة اللي جاية؟ يعني النتائج دي بعد ما اتحققت اكيد بعد كده هيكون في تعويل على اللاعبين دول، وان هم اكيد بيطلع منهم يعني حتى مش بس الالعاب اللي حضرتك ذكرتها، يمكن لو هنتكلم حتى على الفروسية، هنتكلم على التنس، كل الألعاب. إيه المخططات للفترة الجاية؟ ناويين حضراتكم تعملوا إيه عشان تساعدوا الأولاد دي إن هي تستثمر، خلينا نقول، النجاح اللي هي نجحته وتكمل وتبني عليه، وآليات الدعم اللي بتقدم لحضراتكم كمان يا دكتور؟ وخليني أقول لحضرتك، يعني هبدأ مع حضرتك في إحنا هنعمل إيه الفترة اللي جاية ترتيبا كده إن شاء الله رب العالمين. إحنا بإذن الله يعني الأول نرجع للبيت بتاعنا أو للمقر بتاعنا، ونبدأ إن إحنا نقيم التجربة كلها بشكل مختلف شويتين بالكي بي آيز بتاعتنا، بتاعت البطولة اللي إحنا اشتركنا فيها، من حيث المدخلات اللي إحنا دخلنا بيها الحدث دوت، وبعدين وصلنا لغاية فين، وصلنا لنتائج إيه، وكان المفروض نعمل إيه، إيه إيجابيات وإيه سلبيات من الناحية الفنية ومن الناحية التقنية اللي إحنا كان المفروض نوصل لها، ونكتب الموضوع دوت ونبدأ نسند عليه ونبدأ نبني للفترة اللي جاية إن شاء الله رب العالمين. في الفترة اللي جاية كمان حابين إن إحنا نبدأ نطور الفكر بتاعنا، لأن إحنا بادئين إن إحنا نبقى التواصل بتاعنا ما بين المؤسسات التابعة لينا كالأولمبياد خاص هيبقى كلها تحول رقمي، هيبقى كل حاجة ديجيتال إن شاء الله رب العالمين. وده يعني حاجة كده أحب أقولها من خلال برنامج حضرتك. الجزء الأهم كمان إن شاء الله خليني أقول لحضرتك إن إحنا بإذن الله هنبدأ نستعد لبطولة العالم، هتبقى في إيطاليا في 2025 في رياضة الفلور بول والجري على الجليد اللي إحنا متميزين فيها بقالنا فترة طويلة جدا جدا من المشاركات. هنبدأ نعمل المسابقات على مستوى جمهورية مصر إن شاء الله، ونبدأ نختار المنتخبات اللي تمثل جمهورية مصر العربية، لأن إحنا في 2017 كان عندنا منتخب قدر إن هو الحمد لله رب العالمين يحقق ميدالية في الهوكي، ميدالية ذهبية، والجري على الجليد قدرنا نجيب 3 ميداليات في أكتر من سباق المية والميتين، وإن شاء الله رب العالمين هو ده التارجت بتاعنا إن إحنا نعمل نتائج أفضل من كده خلال الفترة اللي جاية في بطولة العالم القادمة اللي هتبقى في إيطاليا 2025 إن شاء الله. إن شاء الله. في الحقيقة أنا بشكر حضرتك. بالنسبة للجزء الخاص بالدعم بالنسبة للجزء الخاص بالدعم طبعا خلينا أقول لحضرتك إن إحنا يعني خلينا نقول بنتلقى دعم هائل جدا 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 من عام 2018 منذ تسمية عام بعام ذوي الإعاقة من فخامة الرئيس. في عام 2018 عندنا منتخب للكرة النسائية شارك في كأس العالم لكرة القدم النسائية للعيب الأولمبياد الخاص الدولي، وقدر يجيب الميدالية البرونزية، ولما وصلوا مصر قابلوا فخامة الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي وحصلوا على وسام الرياضة من الطبقة الثالثة. خليني أقول لحضرتك كمان إن إحنا الفترة اللي فاتت في الحدث الأخير في بطولة العالم في ألمانيا معالي السفير خالد جلال استقبلنا، سفير مصر في برلين، ويعني سهل لنا العديد والعديد والعديد من الأمور أثناء إقامة البعثة في برلين. خليني أقول لحضرتك كان في شرف استقبال البعثة في برلين، وبعد ما وصلنا إلى جمهورية مصر العربية معالي الدكتورة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ومعالي الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، اللي ما ادخروش لا وقت ولا جهد في مساندة أبطال الأولمبياد الخاص ودعمهم. فيعني خليني أقول لحضرتك إحنا حاليا أبطال الأولمبياد الخاص بيعيشوا أزهى عصور الدعم من مؤسسات الدولة خلال الفترة الحالية الحمد لله رب العالمين. وهم يستاهلوا إن شاء الله إن إحنا نكون قد هم يستاهلوا يعيشوا إن شاء الله بنوعد حضراتكم طبعا يستاهلوا يا دكتور، وان شاء الله في مزيد من النجاحات اللي اكتر في الاوقات الجايه. انا بشكر حضرتك دكتور باسم الطيمي المدير الوطني للاولمبياد الخاص ورئيس البعثه المصريه، شكرا جزيلا لحضرتك.